السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد مع شهيوة جديدة على قناة شهيوة كوثر الزعيم. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم كريب مالح بحشوة الجبن. غادي نوجدوه بالفخوماج بطريقة مبسطة. هاد الكريب ساهل وسريع والاهم انه لذيذ بزاف. تبعوا الفيديو باش تعرفوا المقادير وطريقة ديال التحضير، ولا عجبتكم الوصفة ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم وخليوا لي الاراء ديالكم في التعليقات، وفرجة ممتعة. بالنسبه لمكونات تحضير هذا الكريب هذا، والحاجه هنا غادي نحتاج عندي جوج ديال البيضات، جوج ديال القطع من الفرماج المثلث، عندي هنايا المرتديلا او الكاشير هنايا محكوك، هنايا عندي قزبور معدنوس، عندي معلقه صغيره ديال الزبده، وعندي تقريبا نصف ملعقه معمراش من الملح، هنا عندي نص كاس من الدقيق الابيض او طحين الفرس، نص كاس من الماء، وهنا عندي نص كاس ديال الحليب. العبار ديال الكيسان او القياس ديال الكيسان عندي دائما كنعبر هنايا بالكاس ديال العنبه. واخيرا نحتاج هنايا الفخوماج ديال الساندويتش كيجي هكا مربع. ننتقلوا دابا مباشره لتحضير هذا الكريب المالح ديالنا. اذا البنات هنايا في خلاط كهربائي، غادي اول حاجه غادي ندير المكونات الاولى اللي هي الدقيق والماء والحليب. عندي هنا نص كاس ديال الماء، بسم الله، نص كاس ديال الحليب، وغادي نصب الدقيق. كذلك عندي نصف كاس من الدقيق. غادي ندير الملح، وغادي ندير الزبده. هنايا البنات الزبده حاولوا تذوبوها، انا عندي هنايا جد لينه يعني ما كاينلاش انني نذوبها. غادي نضيف كذلك البيض، عندي هنايا زوج ديال البيضات، بسم الله. غادي ندير جوج ديال الفرماجات، وغادي ندي الخليط ديالي نطحنو جيدا ونرجع لكم. اذا البنات كيف كتشوفوا، بعد ما خلطت الخليط ديالي جيدا مزيان مزيان، تتخلط مزيان مزيان، هنايا غادي ناخذ واحد البول وغادي نصب الخليط ديالي، بسم الله، وغادي نضيف عليه المرتديلا او الكاشير اللي ديجا حكيتو على هذا الشكل هذا، والمعدنوس والقزبر هنايا عندي مخلطين، وغادي نضيفو على هذا الخليط، وغادي نخلط هنايا غير بالخلاط اليدوي او بالطراب اليدوي. بعد ما كنخلط كل شيء على هذا الشكل هذا، هنا غادي ندوز مباشره باش نبدا نطيب في الكريب ديالي الملحين. اذا هنا البنات غادي ندوز مباشره باش نطيب الكريب ديالي. عندي هنايا مقله اللي ما كتلصقش اللي كنطيبوا فيها الكريب عاده او الغرير. غادي نشعل على النار تكون مهيله، وهنايا غادي نبدا مباشره باش نبدا نطيب الكريب ديالي. يعني هنايا ما غنخليهم يرتاحوا، ما غنخليهم يخمروا حتى شي حاجه، مباشره غادي نبدا نطيب فيهم. غنخلي المقله تسخن واحد شويه. اذا بعد ما سخنات لي المقله، هنا بسم الله غادي نبدا نطيب في الكريب ديالي. هنايا كنخلط لان داك المرتديلا او الكاشير تيبقى لتحت، دونك انا ضروري نخلط بحال هكا، وعاد نهز ونبدا نطيب. you
انا كنبقى حدا الكريب ديالي حاضيه باش يطيب. اون فوا كيبدا يتحمر ليا الكريب من الجناب صافي كنقلبها. انا غادي نوضح لكم كلشي في الفيديو، غيبقاو معايا وشوفوا معايا كيفاش غادي نخدموا هذا الكريب ديالنا. هنا صافي غادي نقلب الكريب ديالي كما كتشوفوا. انا هنايا ملي قلبت الكريب غادي نرجع للفرماج ديالي ديال الساندويتش المربع وغادي نحطو هنايا من الوسط على هذا الشكل هذا، وغادي نحاول نطوي الكريب ديالي على هذا الشكل هذا. كنطويها بحال الشكل ديال الرغيفه على أربعة. وكنعاود نقلبها من الجهه الاخرى. دغيا كطيب يعني ما كتحتاجش بزاف ديال الوقت صافي. وان فوا كنقلبها كنحيدها وكنستمر على هذا الشكل هذا حتى كنطيب الكريب اللي عندي كامل. اذا كما كتشوفوا الكريب ديالنا هذا هو الشكل النهائي ديالو، كيجي لذيذ بزاف. الناس اللي كيعجبهم الفرماج كحشوة فهاد الكريب هذا راه كيجي هائل وسهل سهل كما شفتوا، ودغيا كيوجد ما كياخذش بزاف ديال الوقت في الطياب. ما تنساوش ديروا ليا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه، وبسلام عليكم حتى فيديو جاي ان شاء الله.